تغذية خاصة للحجاج. ليش هالقد بتهتموا أنه تعطوا نصائح لحجاج بيت الله الحرام من حيث التغذية؟ هلا اول شيء بدي بمناسبه اقتراب عيد الاضحى فبحب اعايدكم، اعايد اهلي المشاهدين كل عام وانتم بالف خير يا رب. حبيبتي يا رب. مما لا شك فيه انه احنا الحج بتطلب لمجهود كثير كبير، مجهود غير اعتيادي، عشان هيك احنا كثير نركز على موضوع تغذيه الحجاج، انها تكون تغذيه متكامله شامله فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الحاج لحتى تعطيه الطاقه لحتى يقدر يقوم بمناسك الحج. لانه انت بتعرفي كثير بيكون في تعب، كثير في مشقه، خصوصا كمان في درجات حراره عاليه، فبنركز له على الاشياء اللي بتعطيه طاقه حتى يقدر يؤدي هاي المناسك من دون ما يحس باي تعب بمشقه، وعشان كمان ما يصير معاه مضاعفات او امراض او مشاكل صحيه. تمام. شو الاولويه بالغذاء خلال يوم؟ يعني خلينا مثلا نتخيل انا وياكي انه في يوم طويل اكيد في مشاوير وتعب واداء مناسك الحج، كيف تتخيلي التغذية خلال يوم كامل من أيام الحج المبارك؟ هلا احنا بنركز كثير على انه تكون تغذيته شاملة وكاملة، يعني فيها كل العناصر الغذائية اللي بتعطيه الطاقة. شو يعني؟ يعني بده يركز اول شيء على انه هو ما يهمل وجباته، زي ما حكينا احنا بقضي وقت كثير كبير بأداء المناسك، فلازم ياخذ على الأقل وجبات كثير، وجبات معددة، وجبات بسيطة. هلا اول شيء بده يركز على وجبة الفطور، تكون وجبة فيها كل العناصر الغذائية اللي بتعطيه الطاقة من بروتينات زي مثلا البيض، اللبنه، الجبنه، يكون كمان في النشويات، الخبز طبعا، واحنا دائما ننصح بالخبز الاسمر خصوصا اذا كان مريض سكري، لانه بيعطي طاقه اكثر، بتخليه انه قادر يؤدي المناسك هاي. يكون كمان في فيتامينات، معادن من خضار وفواكه طبعا، هذا موضوع كثير مهم، ومجموعه الحليب او اللبن. فلازم هاي الوجبه تكون متكامله، يعني فيها كل هاي العناصر الغذائيه. بالإضافة إلى أنه كمان لو بدنا نيجي نحكي كمان على موضوع الغداء، بده يكون طبعا بدنا ننتبه كثير بتصير حالات سمر، تسمم غذائي مزبوط. اثناء الحاج مزبوط. بسبب بتعرفي انت درجات الحراره العاليه، الاكل بيضلوا فترات طويله متعرض للحراره، بدك تاكلك فتره طويله، بدك تاكله مباشره. بالضبط، تاكله مباشره. كمان بدنا ننتبه لموضوع مثلا الاكل اللي بتقدم يكون مش ني، يعني اللحوم، الدواجن، الاسماك، ما نروح للاشياء اللي هي بتكون نيه، نتاكد من طريقه الطبيخ تكون تمام، الاشياء هاي مستوية حتى ما ينصاب الشخص بالتسمم الغذائي. بالضبط. أعتقد مصادر الغذاء هناك في مطاعم، في أماكن بده الواحد يروح على مصدر موثوق يأخذ الأكل اللي يعني صح. خلينا نقول موثق، يعني في ناس ما يعني فيه شكوك، بندحوا فيه إنه هذا المكان يعني جيد لتناول الغذاء. الماء والماء والماء أعتقد إنه أساسي جدا 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 فترة الحج، درجات حرارة عالية ونشاط وهمة وحركة ومشي طويل، قد ايه مهم انه الواحد ضله محتفظ بماء الى جانبه، وقد ايه ياخذ ماء بفتره الحج؟ هلا لازم كثير يركز على موضوع السوائل خصوصا الماء زي ما حكيتي، لانه احنا بصير في تعرق، يعني بيعوض، يعني لازم نعوض السوائل بنفقدها، درجات الحراره عاليه بتعرق الشخص، عشان ما يصير كمان عندنا جفاف، فبدنا نركز على شرب السوائل. طبعا احنا دائما بننصح على الاقل يكون في لترين سوائل او لترين من المي، مش مره واحده نشربهم، يكون دائما معانا في ماء، نقسمهم طبعا لا تقل عن 8 اكواب الى 10 اكواب في اليوم. حلو. نبتعد عن، ممكن ناخذ العصير ما في مشكله، بس العصير نرجع لموضوع انه هو فيه سكر عالي يعني طبعاً. فنركز اكثر شيء على شرب الماء بشكل مستمر، نبتعد عن المنبهات، الكافيين، الشاي، القهوه، النسكافيه، ما نكثر في شربهم، ما رح نمنع، لانه هاي الاشياء كلها مدره للسوائل، بتخلص الجسم من السوائل، فممكن احنا نصاب بالجفاف، خصوصا انه احنا ملهيين باداء مزبوط. المناسك، حتى يمكن ننسى انه نشرب مي، عشان هيك ما لازم نهمل ابدا، يكون معنا دائما في مي وعلى طول نشرب. انا حتى عم بقول هيك بمخيلتي، بقول انه حتى السوائل بجوز تكون يعني المي افضلها، لانه ممكن في بعض العصائر ممكن تعمل حرقه، ممكن تعمل تلبك هضمي مزبوط. فالواحد يعني قد ما يقدر يكون حذر بالشيء اللي عم بتناوله. هو هاي نصائح تعطى للمسافرين عموما يعني مزبوط. بس بجوز الحج لانه في السعوديه كمان الشقيقه درجات حراره عاليه، هناك خصوصيه معينه، وعشان كمان ما ينصاب، لانه كثير احيانا بيصير في مشاكل صحيه سمار، فعشان هيك حتى بالنسبه للعصيرات، لاي شيء بناخده لازم ننتبه على موضوع تواريخ او تاريخ الصلاحيه، وما نشتري اي شيء من يكون مكشوف، يكون من البائعين المتجولين، لانه بيكون في
زي ما حكينا عرضة للميكروبات، وإحنا مش لعبة أبداً يصير معانا يعني ننصاب بأي شيء تسمم غذائي، ممكن يصير لا سمح الله أمراض معوية. فلازم ننتبه كمان كتير منيح على الأشياء اللي بناخدها تكون مغلفة، تكون مبردة بالضبط ومغسولة كتير منيح. شو الأشياء أو الأغذية اللي بتنصحوا فيها أكثر من أشياء أخرى؟ هلا في أغذية سريعة التلف يعني بتحطوها أنتوا على القائمة السوداء فيما يتعلق بالأغذية اللي ممكن تعمل تسمم لأنه درجة الحرارة العالية ممكن تأثر عليها، شو القائمة اللي بتعتقدوا خلينا نبعد عنها شوي؟ هلا أول إشي زي ما حكيت، سواء دواجن، دجاج، لحمة، سمك، نتأكد إنها تكون مطبوخة كتير منيح. ما نروح للأسماك مثلا النية، ننتبه للسلطات، في كتير مثلا أنواع سلطات تكون محضرة فيها المايونيز بيكون في البيض الني، فبدنا ننتبه لهذا الموضوع كتير منيح، بيكون طبعا بتعرض لحرارة عالية ممكن يصير في تسمم غذائي، فنبتعد عنهم يعني أحسن بيكون أفضل. كمان نبتعد عن الأشياء الدهنية المقليات لأنه بيصير في لود على الجهاز الهضمي. فيعني بالمختصر ممكن إنه إحنا نعمل إحنا في يعني في الغرفة اللي إحنا فيها ممكن نعمل أكلنا أو نتأكد من سلامته، يعني ناكله في وقته ويكون الإشي كتير مستوي بيكون سيفتي أكتر. تمام. وأعتقد الألبان والأجبان كمان هدول بدك كمان دير باللانشن ميت وكل هاي الأشياء. ويكون مبستر، يعني دائما الحليب أو اللبن يكون مسكر ويكون مبرد، يعني مش يكون مفتوح ونتركه كم ساعة ونرجع نشرب منه، بدنا ننتبه لهذا الموضوع كتير منيح. طب والله يا يارا خطأ عم بيخطر على بالي هلأ، يعني أقل شيء بده الواحد الحاج أو الحاجة تقضي وقت طويل لا يقل عن 10 أيام يعني في الحج، قد ممكن تكون هاي فرصة إنه فعلا يعيش أيام فيها غذاء صحي ويرجع حتى لو وزنه زايد أو عنده مشاكل صحية نتيجة التغذية يرجع يعني أموره هيك فرصة يعمل ده، لأن في حركة كمان حركة. في بالضبط الحركة هاي عم ورياضة. تحرق هاي الحركة عم تحرق، بس مش إحنا نروح بعدين نعوضها. لا طبعا هذا اللي عم يجعبك لو معمول هون حتى صعب. أنا دايما بنصح بالضبط من خربة، حتى أنا دايما بنصح إنه أي وجبة تقيلة مثلا بتكون شوي نباعد بينها وبين أي مجهود بنعمله حتى ما يصير في لود على الجهاز الهضمي على الأمعاء، حتى نقدر إنه إحنا يعني نتحرك بسهولة، نأدي المناسك بسهولة، ما نحس إنه إحنا تعبانين. هاي نصيحة كتير مهمة. إذا في شعيرة من شعائر الحج تتطلب، وهي بمعظمها بتتطلب يعني مجهود عضلي وجسدي، خلينا يعني ناكل قبليها مثلا ساعتين بالضبط كل روح نقضي. وانا كثير بنصح سمر حتى ما يصير عندنا هبوط، لانه انت بتعرفي بنتحرك ودرجات حراره عاليه، ممكن ناخذ سناكات بسيطه معنا تكون سهله الحمل، ممكن ناخذ 3 حبات تمر معنا اوكي ما نحس بهبوط فجأة. التمر متوفر ما شاء الله، التمر طبعا كلنا بنعرف قد ايه التمر كتير مفيد، بيعطيني طاقة، فيه سكريات بيعطيني طاقة، ألياف عالية بتعطيني شبع أكثر، مصدر للفيتامينات والمعادن اللي بنفقدها والأملاح اللي بنفقدها أثناء التعرق، وفيه نسبة بوتاسيوم كويسة، البوتاسيوم بحافظ على توازن مستوى السوائل بالجسم، فممكن ناخده معانا مع لبن، ممكن ناخذ معنا كمشه صغيره مكسرات صحيه، خضار، فواكه، هاي الاشياء كلها بتعطيني طاقه، وخصوصا التمر خيار كثير ممتاز. رائع جدا جدا جدا. ويعني احنا ان شاء الله كمان رح نستضيفك يا يارا تحكي لنا عن تغذيه العيد للناس اللي مش حجاج، يعني كمان هاي برضه قصه لحالها، لانه بتعرفي حلويات ولحوم، وهذا عيد الاضحى يعني عيد اللحوم، عيد الاضاحي، فبالتالي اكيد في تدابير خاصه او نصائح خاصه عندكم للي رح يعيدوا ان شاء الله باذن الله تعالى. يسعدك يارا، شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح، كل عام وانت بخير مقدم، ألف خير يا رب. شكرا جزيلا لك. شكرا. فاصل قصير جدا وبنرجع لكم من بعده للاستوديو. تشاهدون في حلقة الأطباء السبعة الآثار النفسية لتغيير الوظيفة. آخر 10 سنين غيرت 7 أشغال. تطور مهارة البلع عند الأطفال. إذا ما بنوجهه بعمر أبكر إحنا بنأخر تطوره تطور عضلات النطق. يصيب 15% من البالغين في الولايات المتحدة. أهم أسباب خلينا نحكي اللي بتسبب هذا الارتداد هي الوزن الزائد والمصاحة، جزء هاي من أكثر الأسباب المهمة. التدخين، وبرضه في بعض الأشخاص بيكون عندهم فتق في منطقة الحجاب الحاجز. فحوصات مشاكل القلب في الاستوديو. حركة طبيعية، بنعمل ألوان، اللون الأحمر والأزرق هي الألوان الطبيعية. ومواضيع أخرى تشاهدونها في الأطباء السبعة.
مستشفى حكومي جديد يتعسر إنجازه. اللي بوجعه طاحونته بده صورة، اللي يطلع على السلطه هذه مشجع علينا. 4 ساعات وإحنا واقفين ويومين وإحنا بنراجع وأدوية مش موجودة. طرقات خطرة تهدد سلامة المشاة والسائقين على حد سواء. زاوية مخفية يعني ما بيشوف بعضهم إلا البوز بالبوز. مشروع تطوير وسط المدينة يسبب اختناقات مرورية. أزمة خالقة داخل مدينة السلط سببها المشروع تطوير وسط المدينة. تسرب المياه العادمة من مسلخ وادي شعيب يسبب كارثة بيئية خطرة. النفايات دائما متواجدة عند الحاويات وفي الشوارع. منطقة السلالم لحد الآن إحنا مش واصلنا صرف صحي. برنامج في الميدان في الأوقات التالية. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في حلة جديدة، مجموعة من البرامج الجديدة والمنوعة. صباحات الوطن، حديث الناس، نوافذ، متابعات. هنا عمان، صحتك بالدنيا، الوثائقيات والدراما، الحصاد الرياضي، محتوى مهم. قيل في المقال، في رحاب الإسلام. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في حلة جديدة. نتحدث بهالفقرة عن أهمية الزراعة وأهمية التركيز على زراعة بعض الأشجار المفيدة في المملكة. رح نحكي عن إنجاز جديد في مجال زراعة الأشجار واللي أكيد اهتمت فيه وزارة الزراعة، وهي زراعة شجرة المورينجا وزراعة شجرة النيم. هالشجرتين اللي يعتبروا يمكن إنجاز، يعتبروا نوعا ما معجزة لأنه لهم فوائد كتير عظيمة، وأدخلوا إلى المملكة سنة 2012 واهتمت جدا وزارة الزراعة بالإكثار من زراعة هاي الشجرة. رح نتعرف عليها. أنا شخصيا جديدة علي والله، وأنا عن جد فعليا جديدة علي، أول مرة أعرفها. أنا شجرة النيم والورينجا المورينجا، فيعني رح نتعرف عليهم، نتعرف على فوائدهم، نتعرف على الطريقة اللي تبعتها وزارة الزراعة في الأغوار الشمالية في دائرة الحراج تحديدا لإنجاح زراعة هاتين الشجرتين. يعني الأستاذ المهندس الزراعي محمد معانا ورح يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير. صباح الخير، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا. طبعا المهندس محمد هو رئيس قسم الحراج بمديرية زراعة الأغوار الشمالية اللي تابعة لوزارة الزراعة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أول شيء إنه المورينجا يعني مش بالأغوار الشمالية تحديداً، هي بالأغوار بشكل عام. وبالمناطق اللي ترتفع بها درجات الحرارة، يعني سواء كانت الشمال أو الوسط أو دير علة، كلها تخضع لنفس هذا الصنف لأنها تكون بيئة مناسبة. بيئة مفروض تكون بيئة مناسبة ارتفاع درجات حرارة، درجة حرارة عالية، درجة حرارة عالية. بدها مناخ يعني كانت كل ما كانت ارتفاع درجات الحرارة عالية كل ما كانت نسبة النمو أسرع. نعم تمام. تناسب ظروف مناخية عالية. يعني إحنا بس نوضح للمشاهدين إنه إحنا في خلفنا هون أشتال من هالشجرتين. نعم صحيح. هاي المورينجا. لا المورينجا رقم واحد. هاي أشتال المورينجا وهاي أشتال النيم. هاي النيم. نعم. يعني بداية يمكن بدنا نعرف ونعرف المشاهدين هدول شو هم هدول الشجرتين وشو فوائدهم. شجرة المورينجا أول إشي هي عبارة عن شجرة سريعة النمو، جنس نباتي من الفصيلة الألبانية، غذاء مكمل لأمراض سوء التغذية. يعني هسه أنا لو بأخذ الورق تبعها وبأكله بيكون مفيد صحيا لشغلات كثيرة. هيك بشكله العادي، هيك شكل العادي هيك. بس في ناس لحتى يستساغوا أكثر يعملوا بينشفوه
بجففوا الورق، يصير عملية تجفيف للورق، يحطوه مع التوابل. في ناس القرون تبعه القرن يصل ل 45 سنتي يفرموه فرم مثل الفاصوليا البقوليات، هو بيطلع له زي ثمار يعني. هي انا في صوره عندي تقريبا لل الشجره مو طالع لها ثمار. لا هاي شجره صغيره اشكال ورقه من الورقات هيك. ريحتها قويه على فكره. صحيح. حتى تصير تستزاغ اكثر. في ناس عملها على شكل سلطات. بفرمها على شكل سلطات وبياكلها مباشره. اكل هيك يتاكل مباشره. طبعا هاي في لها قرون. هذا تقريبا القرن تبع نفسه بذور المورينجا. ممكن تعطيني اياها الورقه بس خليني اورجيها الكاميرا لو سمحت. هاي البذور. يعني هاي زي الفاصوليا بالضبط تقريبا. او اقرب شيء للباميه. للباميه صح. صحيح اقرب شيء للباميه. نعم. يعني اذا بدنا نورجي فعلا زي الفاصوليا او بس بشكل اكبر. بشكل اكبر. نعم بشكل كبير. نعم. فيعني هي شجره المورينجا الفوائد تبعتها عفوا هي مثل ما قلت بتزيد التغذيه للي عندهم بنقص عندهم مشكله نقص التغذيه. عم بنشوف فعلا بالضبط زي الفاصوليا بس على كبيره. اكبر حجما على ضخمه. جميل. طيب هاي بالنسبه لشجره المورينجا اللي هي بيستخدموها كنوع من البهارات اذا تنشفت او مع السلطه او ممكن الواحد ياكلها هيك او يستخدم ثمارها لا زيادة التغذية للي عندهم نقص بالتغذية. خلينا نعرف النوع الثاني من الأشجار. النيم. شجرة النيم عبارة عن شجرة صيدلية الحياة. حلو. يعني هذه شجرة طارد للبعوض. نعم. طارد للحشرات. نعم. تستخدم لها مجالات عديدة. يعني وصفات طبية ما يقارب 70 وصفة طبية. نعم. للجروح. مضاد يعني الأماكن اللي تكسر بها الحشرات الذباب والبعوض والشغلات هاي تزرع شجرة النيم. هذا الورق طبيعة الورق يهو يطحنوه طحن وينحط بالأماكن اللي تكسر فيها الحشرات. يعني بشكلها الحالي كشجرة مزروعة هي أيضا تطرد الحشرات ولا لازم يعملها البذور. أنا هاي البذور جبت بذرها. البذور طبيعة بذورها قريبة لبذر السدر. الآن هذا البذر طبيعة البذر ينتج رائحة. الرائحة اللي انتجها تطرد الحشرات. طب في عندي سؤال مهندس محمد. طبعًا. اللي بيروحوا على البحر الميت بأوقات معينة من السنة بشكوا جدا من الذباب. بتعرف حتى السياح مرات. صحيح. قديه ممكن تكون هاي ناجحة لحل مشكلة الذباب مثلا في مناطق معينة مثل البحر الميت؟ إذا استخدمت ستي بالطريقة الصحيحة راح تكون في لها حل جذري 80%. حل جذري 80%. بس احيانا في احنا طرق استخدامها او طرق استخدامها بالحدائق المنزليه ما تستخدم بشكل صحيح. انا هسه ما بجيب شتله بحطها عندي بقول خلص انا كثرت كل الحشرات. الان في الورق تبعها ممكن انه ينطحن بشكل ناعم وينحط بالاماكن اللي ينتشر بها الحشرات. نعم. يعني هاي تقضي على كل الانواع. تقضي على جميع اللي هو البعوض البرقش الذباب المنزلي. صراصير. لا صراصير لا. صراصير ولا حدا بيقدر. لا صراصير صراحة لا. للأسف الشديد. هاي طيب. عبارة عن حشرة. في مزارعين يستخدموها برضو. هسه احنا حاليا بالأغوار الشمالية بالمزارع بالبيرات. أيوة. لأنه في حشرة يكاثروا بها يحطوها بالبيرات يزرعوها بشكل متفرق بحيث انه تخفف عليهم عملية استخدام المبيدات. نعم. بس في سؤال من حديثك قبل شوي انه تستخدم لعلاج بعض الامراض الجروح ايضا. كيف الطريقه يعني؟ هذا العزيز استخدام يعني بتدخل في انواع من الادويه. نعم كمعقم التجميل. نعم. نفسها من شجره النيم. الان هذا بيطحنوا في ناس بيغلي غلي الورق بينغلي غلي وينحط ككمدات على موقع الجروح. في ناس برضو بيطحنوا طحن بشكل ناعم ويحطوا عليه مادة العسل ويحطوها على نفس الجروح. سبحان الله. جدا رائع. طيب يعني خلينا نقول انه وزارة الزراعة اذا الان اكثار ويعني زراعة هاتين الشجرتين بأماكن اللي فيها درجات الحرارة عالية. صحيح. ممتازة. طيب ماذا عن خلينا نقول التصنيع الذي يرفد السوق بكل هذه الفوائد. صحيح. هل وزارة الزراعة تشتغل للتصنيع أيضا هذه الشجرة بشكل أنه يباع تجاريا ويستفيدوا منه الناس بشكل أو بآخر؟ حاليا ستي وزارة الزراعة إنتاجها كله للمواطنين بشكل عام مجانا. نعم. بدون أي مقابل. تمام. يعني مزارع مواطن شركة مؤسسة أي جهة رسمية أو غير رسمية. صحيح. تلجأ لوزارة الزراعة اللي هي المديرية المعنية. تم توزيع حسب الكمية الموجودة المرصودة من خلال مديرية الحراج ووزارة الزراعة أنه مثلا بال2018 رصدوا موازنة 3000 غرسة. الآن هاي الغراس اللي رصدتها وزارة الزراعة تم توزيعها بالكامل على المواطنين مجانا.
تمام. نعم. مقابل انه المواطن يستفيد ويعتني فيها ويعتني فيها. وفي انا زميل بسعوديه قال لي شجره المورينجا بيعطوا تشجيع للمواطن السعودي بمكه المكرمه بقيمه تكلفه الشجره يدفعوها مقدما للمواطن بس بالمقابل انه يهتم بها يزرعها ويهتم فيها. يزرعها حلو ويهتم فيها طبعا. حلو جميل طبعا. دوركم انتم كمركز وطني للابحاث والارشاد الزراعي. دورنا كوزاره الزراعه مركز وطني مفصول. نعم كلكم مترابطين ايضا بهاي. نعم نعم دوركم انتم بالحراج وبالاهتمام والتطوير والاهتمام بهاي الاشجار وانواع اخرى ايضا من الاشجار. خبرنا عنه شوي. ستي احنا هسه حاليا نعمل على زياده نعم الغراس المورينجا والنيم. نعم. بشكل عادي. نعم. لأنه تعرفي في مناطق بحاجة إلى كميات عالية. فأنت لما تنتج كل ما انتجت كمية كل ما كانت نسبة توزيعها أعلى ويستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين. صح. يعني صح. سواء كان بالشمال ولا بالجنوب ولا بالوسط حتى في مناطق الشفاء صار عليها طلب بشكل رهيب. بعدين شكلها حلو. يعني حتى شكلها كشجرة. استخداماتها يعني شتة المورينجا بيقولوا لها صيدلية الحياة. صيدلية الحياة. شو اسم حلو جميل. صيدلية الحياة. بدليل أنه فعلا مفيدة. وإحنا هاي الحبوب يعني إذا حتى اللي بتاخد الطائل يعني أكيد أخذوها خلال حديثنا. ولكن هاي هي البذور تبعت النيم. نعم. هلأ إذا حدا زرع هاي البذور ولا لازم يشتريها شتلة ولا بيقدر يزرعها بذور؟ لا مشترى ما في. هذا كله مجانا. يعني بيقدر ياخذ البذور ويزرعها مباشره. ممكن. اي شخص ممكن. عادي ممكن. عنده بالحديقه. قد ايه بتقعد لحتى يقدر تقدر تبلش تصير شجره صغيره؟ ما يقارب يعني من 7 ل10 ايام. قد ايه؟ من 7 ل10 ايام بتبلش. بس المورينجا نموها اسرع. المورينجا اسرع. المورينجا نموها من شهرين يعني من شهرين لثلاث شهور توصل ارتفاعها مترين. واو حلو. المورينجا. حلو. شكرا بشمهندس والله معلومات مفيده ما شاء الله عليكم. ان شاء الله يا ربي بيكون هيك في دائما اخبار طيبه فيما يتعلق بازرعه خصوصا بالاغوار. احنا يعني الاغوار منطقه زراعيه خصبه ونتمنى ان تبقى خصبه واكثر خصبا. هلا انا ودعاء رح ناخذ من هاي البذور ونزرع ونقول لك عن النتيجه ان شاء الله. ان شاء الله خير. الله يسعدك. شكرا جزيلا لوجودك معنا. اذا شكرا لك اكيد. ومشاهدينا فاصل وبعدها بنواصل معكم. اسمعوا معنا ان شاء الله. اهلا بكم من جديد. صباح الخير لكل المشاهدين والمشاهدات. احنا حصريا بالتلفزيون الاردني. نعم. ببرنامج يوم جديد معانا ظهور في الاستوديو ليوم جديد. امبارح يسعد صباحك اخذوا الاوائل ولكن احنا عندنا هون بالاستوديو نعمل حوار هيك مطول فيه تفاصيل مع الاولى على المملكه الاردنيه الهاشميه الفرع. نعم. العلمي بتول صبح ووالدها الاستاذ رائد صبح. هذا الصباح اول شيء بنبارك لهم نقول لهم الف مبروك. ما شاء الله الاولى على المملكه. ما شاء الله. الف مبروك. ما شاء الله. بمعدل 99
4/10. ألف مبروك. ألف مبروك ما شاء الله عليك. بيقولوا بنزح بيقولوا نسيت الهمزة مثلا خربطت بنقطة شوي. أنا راح لي بالكتابة. بالكتابة. أهلا وسهلا حبيبتي بتقول. أهلا وسهلا. ألف مبروك إن شاء الله. بداية ما بعرف إذا بسمحوا لنا إنه بدنا نحكي عن مجموعة من الهدايا ستقدم اليوم للطلبة الناجحين أو العشر الأوائل الناجحين بالثانوية العامة التوجيهي. رح يكون في هدية مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهي موبايل. هاي الأول هدية رح تقدم موبايلات للناجحين العشرة الأوائل. وأيضا بدنا نقدم شكر خاص للمركز العالمي للألماس ديفا ممثلة بالسيد ذياب الشوابكي لتقديم منحة دراسية كاملة للأول على المملكة بالفرع العلمي والأول على المملكة بالفرع الأدبي بالإضافة لمئة دينار للعشرة الأوائل لكل يعني لكل شخص من العشرة الأوائل طبعا من المركز العالمي للألماس ديفا. وأيضا رح يكون شكر خاص لشركة أبناء حكمة ياسين سامسونج اللي هتقدم كوبون بقيمة 150 دينار أيضا للعشرة الأوائل. وكمان شكر خاص للشركة المتكاملة قدمت بطاقة بقيمة 50 دينار أو كوبون بقيمة 50 دينار أيضا للعشرة الأوائل. تستاهل بتقول تستاهل. من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. أنا هاي دائما كنت أحكيها لابني الكلمات. بس أنتوا طبقتوها فعلا على أرض الواقع يا بتول. الحمد لله رب العالمين. يعني أنا كنت من صغري ملتزم بمبدأ في الحياة أنه العلم هو طريق النجاح. برافو عليك. وكثير من الناس كانوا عايشين في أحياء فقيرة وأحياء يعني معيشتها الاجتماعية متدنية لكنهم طلعوا من هاي الأحياء علماء بالفعل. وأخذوا جوائز نوبل طبعا. وشفناهم كثير في كافة الحقول. لذلك يعني أنا اتجهت المسار العلمي اللي أنا بحبه وبعشقه في حياتي. فبلشت حياتي أركز يعني على الرياضيات على العلوم. أحب أطلع على كافة العلوم وأقرأها حتى لو كانت مطالعة ذاتية. فكان بالنسبة لي العلم يعني هو شيء جميل. بتحبي. أجمل شيء أنت بتحبيه يعني أنت بتحبي العلم. وسمعتك مبارح كمان بيسعد صباحك عم تقولي أنا حابة أشتغل على علم أطوره أنا أطوره. نعم. هذا يعني هذا ذهنية واحدة بدها تصير عالمة بمجال نعم. علمي إن شاء الله معين. الله يقدرني إن شاء الله عليك. أقدر أرفع اسم الأردن يعني نعم. في كافة البلدان متأكدين إحنا يا حبيبتي وبتول إن شاء الله عليك. طيب قبل شوي سمر ذكرت لما كنا بلقاء مع ابنها ناجح أيضا بمعدل عالي جدا أيضا بالتوجيه قالت إنه ما تحرموا أولادكم من كل شيء. يعني كان يمارس الرياضة كان يروح على الجيم وبنفس الوقت كان يدرس. أنت بتول حتى قدرتي توصلي لهالمعدل 99.4. هل قضيتي وقتك 24 ساعة بدراسة؟ كيف خبرينا؟ بصراحة يعني أنا بداية حياتي ما عنديش أي نشاطات غير الدراسة. إذا مش دراسة دراسة مطالعة بس متعتها وحياتها وكله بالدراسة. يعني أجمل شيء إنك تلمس الكتاب وتقرأيه وتشم ريحته وتعيشي علاقة صداقة ومحبة مع علاقة حلوة هاي بينك وبين الكتاب مش صداقة فقط. إن شاء الله عليك يا الله حببني بالدراسة الحمد لله. كنت تدرسي ساعات طويلة؟ الحمد لله كنت أدرس يعني بس ما كنت أضغط حالي يعني ساعات مثلا أسهر أو تقعدي مع عيلتك تطلعي معاهم مشوار كذا أكيد أستاذ رائد أنت أستاذ نعم في مجال الأحياء ويعني مطلع بجوز على تجربة بنتك الدراسية منذ الصغر الملامح المتفوقين وأنت أستاذ يعني هلأ إذا بدنا نعطي العائلات اللي يعرفوا ابنهم عنده ملامح تفوق أو لا شو ممكن نعد من الصفات والملامح الشخصية اللي بتقول هذا ابننا رح يكون متفوق؟ بس بالبداية بدي أشكر التلفزيون الأردني وبدي أشكر المؤسسات الداعمة. طبعا أنا يعني خريج الهند وبحب اللغات أو من الصغر لما بتول انولدت كنت أحكي معها بالإنجليزي الصحيح وكنت مدرك أنه الإنجليزي هي اللي راح تفتح لها المجال أوسع. أنا بعتز بلغتنا العربية لغتنا الأم لكن الإنجليزي اللغة العلمية في العالم الآن مما لا شك فيه. فبتول يعني أخذت من ثقافتين الصحيح. بتول بكرك بالمناسبة. أخذت من ثقافتين. فعندها المكتبة إنجليزي وعربي الصحيح. أنه بتول وصحيح بدي أحكي أنه بتول حكت إنجليزي قبل ما تحكي عربي فما كانش عندنا مشكلة بالإنجليزي لأنه بتعرف المراجع العلمية كلها بحاجة إلى إنجليزي. أنا بالبداية بقول اللغات أهم شغلة إن الطفل هو صغير أن يتحدث أكثر من لغة. أن يتجاوز لغة الأم أو يتحدث لغة أخرى خاصة مثل الإنجليزي فرنسي ألماني
لا يمنع ذلك. لأنه اللغة تحمل كل العلوم الأخرى. تدرس رياضيات تكون متمكن من اللغة، أحياء، فيزياء، وكل هذه الأشياء. صحيح. في كمان شغلة، يعني الدافع المميز عند الطفل هو صغير، أنا بقول أنه نتركه هو يختار اللي بيحبه، ما نفرض عليه. لأنه إذا الإنسان أخذ اللي بيحبه ودرس اللي بيحبه راح يبدع فيه وراح يتميز. أي شيء في الدنيا راح يبدع فيه ويتميز. يعني بلاحظ كثير من الأهالي بيضغطوا على أولادهم، بقول له روح يا بابا أدرس، أدرس. طب ما هو شايفك أنت مش فاتح كتاب، أنت مش قاعد تدرس، أنت قدوة لابنك. فيفترض يعني الأب والأم أنهم يكونوا قدوة لأولادهم. صحيح، لسه بدي أحكي أنهم يدرسوا، مش أكون أنا ألعب أو أمارس أنشطة وأحرم ابني منها. صحيح، لا يجوز ذلك. هناك دوافع أخرى، يعني تشجيعية من الأب للابن. يعني الحمد لله على هذا النجاح. قبل ما أسأل عن شعورك بفرحتك ببتول لما أخذت طبعا الأولى، بدي أسأل بتول نفسك، هل كنت تتوقعي أنك تكوني الأولى على المملكة؟ سعيتي لهالموضوع؟ حبيتي قدامي؟ صراحة كان هذا حلمي منذ الصغر، يعني أنا كنت أتفرج على التلفزيون أحكي يا الله ما أحلاهم هذول الأوائل. كل ما طلعنا وتمنينا بس ما زبطت معنا. كنت حاطة وكان عندي صبر وجلد، يعني رغم أنه في كثير ناس كانت تحكي لي إيه مستحيل، مستحيل حبيبتي. وانت تحديتي؟ انا الحمد لله تحديت كل المصاعب بحياتي والحمد لله قدرت اوصل لهي المرحله. لما عرفتي انك الاولى كيف حسيتي؟ انا كنت عارفه متوقعه يعني، ولا كنت متوقعه صاحبته؟ كنت متوقعه من العشر الاوائل. يعني بصراحه لما اجى التلفزيون الاردني على البيت كنت احكي حكوني من الخمس الاوائل، احكي ممكن الاولى يعني. ما شاء الله عليك. في احلى من فرحه النجاح بتقول تتخيلي؟ احلى فرحه بالدنيا، احلى فرحه بتتخيل استاذ رائد في احلى من فرحه والله النجاح؟ لا ما اعتقدش. انا بصراحه اختبرت يعني كثير، انا بدي احكي معك كاولياء امور يعني. نعم. كثير افراح مرقوا علينا وعليك اكيد، بس ما في فرحه مثل فرحه نجاح اولادنا. صحيح. يعني صحيح. الله يخليهم ان شاء الله ويحميهم. كمان مره بدي اسال بتول، يعني اذا بدها تفكر بشيء فعلا يعني مجال علمي، وانت وحده حتى الآن بقدر أقول عنك أنك أنت من العلماء والله لحد الآن، يعني اللي قطع كل هذه العلوم والمعارف في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات هو حتى الآن عالم صغير. يعني شو المجال العلمي اللي حابة تتخصصي فيه؟ إن شاء الله حاب أدرس طب بشري في الجامعة، وحاب إن شاء الله أتميز فيه وأصير طبيبة مشهورة إن شاء الله. أي مجال؟ أي مجال في جراحة القلب إن شاء جراحة الله. القلب. الله. ما شاء الله. هلا بدنا نسمع منها رسالة لكل الطلبة المقبلين هلا لقدام، إنه شو بدك بتقول رسالة منك لكل الطلبة اللي أنت هلا مثال لهم، يعني شو بتخبريهم؟ خير مثال. بحب أحكي لهم إنه أهم إشي الواحد يكون عنده هدف. نعم. ويسعى لتحقيق هذا الهدف. ويكون عنده صبر وجلد على العلم، لأنه الصبر يعني هو مفتاح لأي إشي بدك تعمله. نعم. أي إشي بالدنيا بده صبر، أي إشي صعب بده صبر. طبعًا. نعم. حتى دخول الجنة بده صبر. كمان. جهاد النفس. نعم. هذا شيء بسموه. أنا بدي أحيي مدرسة صفية ثانوية. أنت من مدرسة صفية؟ بالمناسبة أنا ماما درست بمدرسة صفية وهي معلمة. مدرسة صفية في شارع فلسطين في حي تركمان في إربد، من الأحياء الجميلة بأهلها، أحياء بسيطة ولكنها جميلة ومليئة بالحياة والحماس عند أهلها. فتحية لمدرسة صفية كادرها. والمدارس الحكومية فعلا توضع يعني دائما يعني بقلوبنا بشكل نفتخر فيه فعلا لأدائهم وتميزهم. نعم. حبيبتي بتول إن شاء الله ألف مبروك يا رب. ومبروك للأهل أيضا. أنا بدي أشكركم وبدي أشكر المؤسسة مرة ثانية، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا لكم، مبروك لكم. إذا مشاهدينا لسه مكملين معاكم، ولكن فاصل قصير وبعدها بنواصل، فابقوا معنا. هنوا الناجح بفرحه، هات الطبلة والمجوز
يفوز هالناجح بفرحه، يلا نفرح ونغني أحلى فرحة بنجاحه، يلا نفرح ونغني أحلى فرحة بنجاحه. لما الشمس تغرب يصفر الشجر، معاناة أناس عالقين بين عالمين. الموضوع سارة أخي، هي بدها تفرقنا عن بعضهم. أنا بس بدي إياكي إنك تقولي لسليم سارة شو بتشعر تجاهه. مترددين في اختياراتهم. ما بدي إياك ولا بدي أي اهتمام منك. أرواحهم سجينة الخوف، معلقة بين السماء والأرض. مفكر إني مو حابة علي يطلع اليوم؟ صبور يا جابر، بالنهاية هالأيام رح تخلص. لك هذا عم يلعب فيني طول الوقت وهي دليلك قدامي. الكثير من الحب والضياع. لما منكون جنب بعضنا منتعذب. أنا مجبور يا سارة، بترجاكي سامحيني. وخصوصي نحن بهالوضع وجابر بالسجن، ما فيني فكر بالحب هلأ. قسمة حب يومياً في الأوقات التالية. عائلة البيت الكبير. عايزك لما تقابل عبد الحكيم أخوك تحط عينك في عينه كده وتوقف ملك نفسك. حيث حكاية الصراع الكراهية. الحاجة الوحيدة اللي عملتها غلط إني اتجوزت وسكنت في بيت العيلة، البيت الكبير. وحب المال والميراث. حكيم، أنا أجوز أبوي. ورثي مين؟ أبوي. صراعات أخوية من أجل العادات والتقاليد في الصعيد. أصل زي عمي ده أنا عارفة كويس قوي، لازم يحس إن هو الكبير، عارفة لو حس عكس كده يتجنن. صراعات يحملها الجيل القديم تنعكس سلبا على الأبناء. طول ما عبد الله عايش قلب عبد الحكيم هيحيى. الحضور يا خلاص كفاية. كل ذلك من أجل الحفاظ على البيت الكبير. أي حد حيقرب ولا يكسر هيبة البيت الكبير حضم حضم. مسلسل البيت الكبير في الأوقات التالية. مكملين معاكم بأجواء الفرحة وبأجواء الخضار. اليوم عندنا خضار كتير بالاستوديو. كلنا بنعرف أنه الحدائق الزجاجية يمكن حدائق كبيرة أو بتأخذ مساحات واسعة، ولكن رح نتعرف اليوم على حدائق زجاجية صغيرة بأشكال جميلة جدا، بأشكال كتير عصرية، ممكن أنه تكون داخل المنزل أو حتى خارج المنزل بالحديقة أو بالترس. عن هالموضوع وكيف نقدر نعمل حديقة زجاجية صغيرة رح نتحدث. أو ضيفتنا اليوم هي آية عصام لقضاء. أهلا وسهلا فيكي. أهلا، مهندسة معمارية وزراعية. أهلا وسهلا فيكي آية. الله كيفك؟ الله يسلمك يا رب. تمام الحمد لله. الله يسلمك. يعني عم بتقدمي حدائق زجاجية صغيرة بأشكال كتير عصرية وجميلة وحلوة كتير. خلينا نبلش أول شيء، كيف بلشت معاكي هالهواية؟ هلأ بصراحة أنا كتير بحب النباتات والورد بقلب البيت، فكنت أعمل يعني أقتني مثل هيك الأشياء أنا أعملها لأزين فيها منزلي الخاص. حلو. فبلشت الفكرة أنه شفت داخل
أنا عايشة برا الأردن بأبو ظبي. نعم. كان في معرض للأشغال اليدوية للأشخاص الموهوبين. نعم. فأنا طلعت في بالي فكرة أنه ليش ما أنا أبلش مثلا أعمل هيك أعرض شغلي للناس، بلكي أنه حبوا الفكرة أو لا. نعم. فوقتها عملت مثل هيك 10 قطع. نعم. فالحمد لله يعني الزباين كتير حبوا الشغل وصاروا يتصوروا وحبوا، حتى يعني أكثر من حدا اشترى منه. حلو. فأنه حبوا كتير الشغل وشجعوني كتير. حلو. ويعني كتير يعني مثلا زوجي وعائلتي دعموني كتير. نعم. لما شافوا نعم. أنه هالإقبال وهالشغل الحلو اللي عم بطلع. ومن هون انطلق المشروع. فبلشت نعم. المشروع من 3 سنين تقريبا. نعم. وبلشت شوي شوي أطور على المشروع، الديزاينات، أضيف أشياء جديدة، يعني مثلا بحط أحجار كريمة، كريستالات. حلو. بحط أصداف، حتى الديزاينات نفسها بتختلف من مناسبة لمناسبة ثانية. صحيح. حلو كتير. يعني ممكن هلأ أول شيء بدنا نشوف نحن وياكي وأنت عم بتحضري شيء، ولكن اللي بدي أسألك إياه، ممكن يجي حدا يقول لك والله أنا عندي مناسبة عيد ميلاد أو مناسبة عرس أو قدوم طفل، تعملي له ديكور كامل من الزريعة يتناسب مع المناسبة؟ هلأ هي الديزاينات يعني أنا بخلي للزبون هو يختار الألوان. نعم. التصميم ديزاين. أنت بتحكي لي مثلا أنا في عندي بدي أروح مبارك لمثلا عروس وعريس. نعم. حط لك الخواتم، حط لك ديزاينات قلوب مثلا، حتى أنا بكتب على بحفر على الزجاج يعني. حلو. حفر أسماء العرسان وهيك، فبتكون الديزاين نابع عن المناسبة اللي أنت بتحكي. وفعليا ما في أحلى من الخضار للإهداء، يعني أنك تهدي لحدا. طيب خلينا نشوف هلا شو بدك تعملي لنا. هلا بدي اشتغل هاي القطعه. بالبدايه انا بحط صخور داخل الزجاج. نعم. حتى تمتص المي الزايده اللي نازله من لما بسقيها. يعني قبل ما تحطي التراب لازم تحطي هاي الصخور الصغيره. هاي الصخور الصغيره لانه الفراغات اللي بينها بتخلي المي اللي موجوده انها تمتصها. حلو. بعدين هذه تربه بجيبها من المحلات المعدات الزراعيه، بتكون تحتوي على اسمده ومعادن خاصة للزراعة. حلو. إذا أول شيء بتحط آية الصخور، الصخور بتحافظ على المي داخلها قبل ما تحط التربة. هي الفكرة من الصخور إنه أنت بتسقيها، فما في مثل مش مثل الوعاء العادي إنها المي زايدة تطلع لبرا. فهمت عليك. فإنه بتضلها محتفظة فيها. بتضلها محتفظة فيها. يعني عم بشوف كمان أشكال كتيرة من الزجاج، يعني اللي على شكل طبق، اللي على شكل فازة صغيرة، اللي على شكل سمكة، واللي على شكل صدفة. يعني في تنوع أيضا بالضبط يعني بطريقة التقديم النبتة نفسها. هلأ أنا بصراحة يعني بكون مثلا شفت الأزازة بنفس اللحظة بتطلع في بالي فكرة أنه حابة أعملها فيها. حلو. الأزاز والنوع النبات وديزاين النبات هو كتير بيفرق معي بالتصميم وبالشغل. حلو. أنا حبيت الأولى أكثر شيء الكبيرة. بصراحة أنا كمان حبيتها. وحتى هاي الصغيرة المدورة كمان كتير حلوة. هلأ بصراحة يعني كل شخص، كل إنسان بيعجبه شيء معين من التصاميم. فأنا بحب يعني إنه تكون في ألوان كتيرة وديزاينات كتيرة إنه تعجب أي حدا، مش إنه مثلاً بس الألوان الغامقة. الألوان يعني ممكن يجي حدا كبير يشتري من عندي، ممكن بنت صبية لمكتبها. نعم. إنسان مثلاً لمكتبه. مثلا انا لما باجي على الاردن مره عملت لبابا هيك على مكتبه، حطها يعني ضلوا عنده تقريبا سنتين لهلا عايشين. حلو. يعني الواحد لما يقعد على مكتبه بحس حاله انه هو فعلا قاعد قدام حديقه بس صغيره، يعني بتقدر تسرحي تهدي حدا مثل هيك شيء، وخصوصي انه يعني احنا يعني اوكي الورد حلو بس هذا الشيء بضل، الخضار بضل اكثر فعلا، وحلو انه تشوفيه عم يكبر قدامك. صح. هلا انا زرعت النباتات، شفتي عادي ما عملت اي شيء، بس شلتهم من القوار وحطيتهم داخل التربه. جميل. هلا ببلش اضيف الحجر، الاحجار اللي بدك تزيني فيها، اعمل فيها الديزاين. بالضبط. طيب شفنا ايه حطت ثلاث انواع من النباتات مختلفه داخل الاناء الزجاجي اللي هي عم تعمل فيه. هلا الفكره هون انه انا حاطه مثل ما انت عامله ثلاث انواع نباتات. نعم. هلا احتياجات هاي النباتات نفس الاحتياجات، تحتاج مره واحده بالاسبوع سقايه. حلو. لكل نبته 100 ملي مي. حلو. هلا الاحسن من هيك انه انا قبل ما اسقيها مثلا بعد اسبوع بحط اصبعي بقلب التراب. حلو. بشوف اذا انه مرطب او ناشف او شيء زيك، بحط مي عشان ما تكون المي كثير زايده، عشان كمان تتحمل، لانه كمان المي زياده ممكن انه. طيب خلينا نشوف هلا ايش اللي بدها تزينها. هلا انا هون جايبه مثل هذا الديزاين. الله شو حلو. بيت وحواليه مثل هيك بحار، يعني كانه بيت رح ينحط جوا غابه. هلا ازيد شويه تراب. اوكي نزيد شويه تراب.
وبعدين راح تحط البيت تحفه. ممكن الواحد يحط اي شيء، ممكن يحط فراش البيت حلزوني يعني اي شيء، ممكن حتى تحطي مثلا ديزاينات. يعني انا مره اجاني اوردر واحده حابه تعمل لابنها حصان، ولبنتها تحط عروس البحر وبحر وهيك، ولزوجها جابت قصر. يعني انه هيك لكل شخص بالبيت حسب ما يتعلق بشخصيته. نعم. بعدين هذا الشغل كثير حلو انك تهديه للاطفال. نعم. لانه بيتعلموا عن طريقه كيف يعتنوا بشيء نبات حي، وانه يسقوا وانه يهتموا فيه. حلو. بتحس انه في 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 حياه معك، يعني زي في حدا عايش معك. عم بشوف هلا بعد ما حطت المجسم البيت آية عم بضيف بعض الزينه، هاي احجار ملونه ما هيك؟ احجار ملونه. نعم. بتحصلوها عادي من اي مكان، كانه بحر صار حولها او بركه او بحيره. بالضبط انه هيك. بعدين يعني انا بحب اضيف هذه الاشياء لانها عن جد بتحلي كثير منظر النباتات. فعلا منظرها كثير حلو جميل. وهلا حجر ثاني بس بلون ثاني. نعم. البيج كمان نوع ثاني من الاحجار، يعني جهه هاي عملتها زي كانه بحيره، والجهه الثانيه عملتها الارض او عادي. بالضبط. حلو. طبعا الحلو بهيك انواع من الحدائق الزجاجيه الصغيره انه بتنحط بالبيت، بالمكتب، بغرفه، وين ما كان، حتى برا بالترس، حلو انها بتدوم وبتطول وبتعطي منظر جميل جدا. ايضا الخضار دائما حلو بكل محل، دليل على الحياه. يعني هلا في شغله انا حابه احكيها بصراحه، انه انا كثير واجهتني تحديات لحتى وصلت لهون، يعني مش بسهوله انه وقفت لهون. يعني مثلا كثير ناس حكوا لي انه يعني انت مهندسه واقفه تشتغلي وتعملي معارض. نعم. فانه لا، يعني عن جد اللي بحاطط باله فكره، يعني انا كثير في عندي احلام لهلا لسه ما عملتها، لسه يعني بطمح لكثير اشياء. حلو حلو. فانه اهم شيء انه يكون في حتى يعني في حدا وراي ورا الانسان يدعمه. صحيح 100%. يعني انا مبسوطه انه انت قدرتي تتحدي كل هالتحديات وتوصلي لمشروعك وتعملي تيرا الجاردن، اللي اكيد اذا حابين تعرفوا عنها اكثر كمان من خلال صفحه عده وسائل سوشيال ميديا انستغرام وفيسبوك، لحتى تشوفوا ايضا ابداعات المهندس في آية عصام القضاء. هلا ضافت بعض الصدف على النموذج اللي قدامنا، وطبعا انا بقول لك الف مبروك بمشروعك واستمري. يعني انا من اكثر الاشياء اللي حابه انه يعني اركز عليها، انه يعني هلا في احيانا بكون مثلا راجعه متوتره، انه خايفه انه بلكي مثلا ما نجحت بهذا الايفنت، هذا المعرض، كثير شاركت باشياء كثير، كان زوجي دائما داعمني، يعني حتى دائما بيكون يقبالي، بيكون يعني هيك ساندني عن جد. احنا بنوجه له تحيه لزوجك وعائلتك وكل التوفيق لمشروعك تيرا الجاردن، وعم بنشوف النتيجه النهائيه معنا بالنموذج. حابه احكي عن هذا الكرت كمان، انه انا عملته وانا صممته. حلو حلو. كل على التوفيق. كل الديزاينرز ما عملوا لي الشيء اللي انا حبيته، فانا عملت. احنا نتمنى لك كل التوفيق، انت تستاهلي كل خير وكل التوفيق. شكرا لك آية عصام المهندس آية عصام القضاء. هلا رح نترك الكاميرا كمان تعرض لكم الحديقه الصغيره الزجاجيه الصغيره اللي حضرت لنا اياها المهندسه آية عصام القضاء، تيرا الجاردن. شكرا لك آية.
سعيد من جديد، احنا معاكم مستمرين حتى الساعه 11 بهالحلقه اللي فيها احتفاء كثير باوائل الثانويه العامه بمختلف الفروع، سواء كانت الادبي او العلمي او الزراعي او الصناعي او غيرها. اليوم معنا نبأ احمد. نبأ هي الاولى على المملكه الاردنيه الهاشميه بالفرع الادبي. نعم. ما شاء الله عليك يا سبأ يا نبأ. نبأ انت معدلك 99 و سبع أعشار. ما شاء الله عليكي. بسم الله عليكي. ألف مبروك إن شاء الله إليك ولوالدتك أم نبأ. أهلا وسهلا فيك حبيبتي، وإن شاء الله ألف ألف مبروك. تسلمي، الله يخليك. أهلا وسهلا فيكي. يعني بداية بقول لك ألف مبروك، بس خلينا نعرف يمكن نفس السؤال اللي سألناه قبل شوي، هو أثناء دراستك وتحضيرك بالتوجيهي هل كنت مخصصة كل وقتك فعليا للدراسة؟ كيف عملتي عملية تنظيم الوقت؟ كيف كنت عايشة حياتك أثناء الدراسة؟ خبرينا شوي. طبعا أغلب الوقت للدراسة لازم يحس الطالب بهذا الإشي، إنه ملزم إنه يخصص أغلب وقته للدراسة، بس برضه لازم يأخذ بريكات إذا حابب يطلع عادي يطلع، ما في مشكلة، مش لازم يحسس حاله إنه بسجن. أيوة. ممكن يطلع يأخذ بريكات عادي. طبيعي. بس إنه يعني إنه لازم يحس بالمسؤولية بهاي الفترة. نعم. أنا والله سؤالي لأم نبأ، إحنا يعني أنا أم مثلك وعندي توجيهي وخلصنا الحمد لله رب العالمين. حالة طوارئ تجربة توجيهي كانت عندك ولا في قبلها؟ لا والله هذه أول تجربة. نبأ هي الأولى. الله يخلي لك إياها. شو حسيتي كأم إنه لازم تعملي؟ يعني شو بيكون دور الأم؟ هلا يعني بجوز دائما أوائل الثانوية العامة هم بيعطوا نصائح لأقرانهم للطلاب اللي بس الأمهات شو يعملوا؟ دائما الأمهات محتارين، طب إحنا نسمع لهم، نضلنا قاعدين بالبيت جنبهم، نعيش حياتنا طبيعية، نطبخ لهم أكل خاص، نعمل لهم عصير، شو لازم الأم تعمل بالتوجيه؟ هي يعني اهتمامات بجميع الجوانب يعني لازم تكون. يعني أنا أول إشي وفرت لها جولة دراسي، أهم شيء. يعني إني أنا 99% أنا متفرغة للدراسة، ما كنت أشغلها في أي شيء. وفرت لها كمان الهدوء، يعني أي شيء يزعجها خلصنا منه، تلفزيون مثلا ضيوف، يعني حتى أصدقائنا يعني قلنا لهم خلص يعني فترة إحنا شوي زيارات خففوها يعني. غير عن هي لأنها بتحب الهدوء بنتي. فكل يعني ولي أمر يتعامل حسب طبيعة ابنه. نعم. أنت زي ما قلتي في ناس بيسمعوا لأولادهم، في ناس بتركوهم لحالهم. أنا يعني نبأ كانت وهي صغيرة يعني دائما الأولى على صفها كانت، بسم الله. فأنا كنت أتبع معها مادتين بس اللي هما الإنجليزي والرياضية. الإنجليزي يعني هي بعد مرحلة الابتدائية صارت تدرس لحالها. الرياضيات أنا تبعت معها للتوجيه. أنت أصلا معلمة؟ أنا مدرسة أصلا. نعم. سبحان الله كيف أولاد المدرسين عم بيكونوا هيك متميزين، بحس الواحد إنه لأنه إحنا تعودنا على النظام على الالتزام، يعني زي ما تقولي زي نظام عسكري يعني. وصرتوا تعرفوا لأنكم درستوا كتير طلاب كيف الطالب المجتهد بيجيب علامة، يعني هاي خبرة نقلتوها لأولادكم. بعدين مو بس دراسة، احنا يعني بعطيها نصائح كيف تدرس، كيف انها تستغل هذه السنة اللي هي بتكون حصيلة 11 سنة. يعني كيف تتعب هذه الفترة وبعدها ترتاح. كيف انه الهدف يكون قدامها لازم توصل له. يعني ما تتراخى، تتعب وبعدين ترتاح. هذا اللي عملته يعني نبأ. انا بدي اسال نبأ كمان، لما انت قررتي انه تتخصصي بالادبي، هل انت حابه هذا المجال انك تكوني ادبي؟ حاطه في بالك ما بعد التوجيهي في تخصص معين لهيك انا حابه اتخصص ادبي مثلا؟ انا تخصصت ادبي عشان هدفي هو انجليزي. حلو. فيعني الادبي اسهل علي. نعم. وانا هدفي انجليزي. حابة تكملي بعدين انجليزي. نعم. حلو جميل. يعني انا كمان برجع دائما، وهو هذا السؤال اللي بخلي الطلاب اللي مقبلين على التوجيه يتحمسوا ليدرسوا اكثر. فرحت انك عرفت انك الاولى على المملكه او انك من المتفوقين الاكثر تفوقا في الفرع الادبي. شو كانت بتعني لك وكيف كان احساسك لما قالوا لك انت الاولى على المملكه الفرع الادبي؟ خلي يعني الناس اللي بعدك تتشجع. ما بتنوصف هاي الفرحة. بتحسي إنه كل التعب اللي تعبتيه بالسنة ما راح على الفاضي، كل التعب خلص بروح، التفكير بروح، يعني
فرحة عن جد، فرحة النجاح بالتوجيه أحلى فرحة ممكن يعيشها الإنسان. كنت متوقعة؟ خاصة تجي بعد تعب. كنت متوقعة؟ الأولى كانت متوقعة أنها الأولى. أنت كنت متشككة؟ لا أنا كنت أتوقع لسه أكثر من هيك تجيب. ما شاء الله. والله. 99.7 ولا غلطة. اسم الله اسم الله. لأنها يعني أنجزت. تعبت. يعني فعلا لكل مجتهد نصيب. بحس الواحد أولاده إذا تعبوا بدراستهم أو لا. بيكون الواحد عارف يعني مبين القصة. حرام يعني حتى أنا يعني عمري ما قلت لها ادرسي، كانت لحالها ولا عمري اعتراضت عليها، بالعكس أنا بقول ارتاحي ماما يعني ارتاحي تعي في رمضان غيري جو تعي احضري معنا شغلة. في رمضان كانت تدرس من 7 الصبح حرام للسبعة المساء، فكنت أحكي لها خلص لما صير 7 ارتاحي لحد فترة الفطور كل كثير يعني ارتاح نص ساعه يعني هي الله. اللي بالنتيجه سبحان الله هي مش وصفه سحريه، هي دراسه هي اجتهاد. صحيح. ما في شيء يعني صحيح. زي تعويذ الواحد يعملها وينجح، هي فقط الاجتهاد والدراسه. فعلا الف مبروك نبا، الف مبروك لعائلتك كمان. شكرا لكم وان شاء الله باقي حياتك كلها ناجحه ان شاء الله. امين. اذا مشاهدينا لسه مكملين اكيد باجواء حلقتنا لليوم، فاصل ونواصل. اهلا بكم من جديد. والله فعلا يوم حافل بالفرح. يعني صح احنا مرات بهاي الحلقات هيك شوي بيكونوا ناس طالعين وناس جايين على الاستوديو، بس بغايه الفرح. كيف العيد؟ نفس اجواء العيد فعلاً. والله فاحنا مبسوطين فيهم، مبسوطين باهاليهم وبانجازهم وتفوقهم. هذا صباح معنا نبيل سويس الثاني على المملكه في الفرع العلمي 99.10. الله عليك ما شاء الله. ووالده أيضا أهلا وسهلا فيك، مبروك إن شاء الله النجاح. وأيضا محمد الريموني، محمد اسم الله عليه كمان، يعني بينهم عشر صغير هالعشر. أنت اثنين الثاني أو يعني عموما هو هالعشر خلاك الثالث على المملكة. أهلا وسهلا يا محمد اسم الله عليكم. أنتوا شباب تاخذوا العقل. تعرفوا دائما ما منستغرب أنه البنات بتفوقوا كتير بس الشباب لأنهم حركين وحبوا يطلعوا مع أصحابهم ويروحوا ويجوا، هدول بتحسهم انهم بذلوا يعني تعبوا حالهم زياده عن اللزوم. اهلا وسهلا فيكم ان شاء الله. ووالده ايضا لمحمد، ووالده ايضا الدكتور محمد احمد الرموني. اهلا وسهلا فيكم، الف مبروك. الله يبارك فيك، مبروك على البرنامج الحلو. الله يعطيك العافيه. 100 مرحبا. اهلا وسهلا، مبروك اكيد الاهالي مبروك لهم. احنا بنقول دكتور محمد وايضا سيد غالب. خلينا نبلش اول شيء معك بتفوقك بالمركز الثاني. خبرنا عن لما وصلتك النتيجه وعرفت
وانت المركز الثاني، كيف حسيت؟ اكيد هو شعور لا يوصف. انا بتذكر دائما خلال السنوات الماضيه كنت ما اصدق وانا اتابع الفقرات اللي بتنعمل مع الاوائل المملكه. نعم. فاني انا هلا جالس محلهم وعم بعمل مثلهم سنوات زي سنوات السابقه، يعني هذا اكيد شعور لا يوصف، شعور مميز، واكيد ما في فرحه زي فرحه النجاح. نعم صحيح. انا دائما هيك بقول هاي الفقره بالذات بنعملها مو بس عشان نكرم اوائل الثانويه العامه، عشان كمان نشجع الاجيال القادمه انهم كمان يتم الاحتفال فيهم بهذه الطريقه. محمد، يعني انت كمان المتفوقين اسم الله عليك ومن اللي جبت من اوائل المملكه، شعورك برضه هذا من الاشياء اللي بتخلي الناس تتحمس اكثر، شعورك لما عرفت انه انت من الاوائل؟ زميلي نبيل، فرحة لا توصف. طبعا كنا كل العيلة حوالين التلفزيون بنستنى. نعم. يعني ما نعم. كنا عارفين، كنت بتوقع عاشر تاسع. نعم. حتى ممكن ما كنت تتوقع أكون منهم يعني الأوائل. نعم إن شاء الله. سمعنا محمد أحمد كنا غطينا حتى ما كمل الاسم. ما شاء الله. الحمد لله يعني مبسوط. أحلى النجاح. فعلا. فرحة. والله أحلى فرحة فعلا. طيب أنتوا كشباب، يعني إحنا بنعرف الشباب شوي صعب إنه يلتزموا بالقعدة بالبيت أثناء الدراسة، يعني شباب وبدهم يطلعوا بدهم يشوفوا أصحابهم وإلى آخره، كيف قدرتوا خلال السنة ناخذ رأي محمد نبيل أول وبعدين محمد، كيف قدرت خلال سنة أنك تلتزم بأوقات الدراسة بساعات الدراسة؟ خبرنا كيف كان أجواء دراسة. أنا من المراحل الأساسية يعني امتدادا من الصف الأول وصولا لمرحلة التوجيهي كنت كثير مهتم من الناحية الأكاديمية. نعم. أكيد والشكر كمان أهلي اللي كانوا يوفروا لي البيئة ويدعموني. نعم. أكيد دائما بيحكوا أن القمح والعمل الصالح لا ينبتان إلا في الأرض الطيبة، والبيئة اللي وفروا لي إياها هي اللي أكيد دعمتني. الحمد لله. نعم. حتى أني أكون مهتم بالتحصيل الأكاديمي. أكيد كمان بده إرادة وعزيمة الواحد لما يحط هدف ويكون له قدوة سابقة، هذا الشيء أكيد بشجعه أنه يلتزم وأنه أكيد يحقق الهدف اللي بيكون حاطه. جميل، حلو كلامك جميل. محمد، أنا شوي غير، أنا حتى من أول من صف يمكن ثامن للأول ثانوي. نعم. ما كنت كثير أشد على الدراسة، كنت شوي مش من البداية زي نبيل. نعم. بالتوجيه شدينا شوي بس برضو مش غلط واحد يغير جو، فكنا خففت الطلعات بس مع ذلك كنت أطلع مثلا الأسبوع كل أسبوعين مرة إشي زي هيك. أصحابك حياتك الاجتماعية مع أهلك بالتأكيد. قدي مهم دور الأهل يا دكتور محمد، إنه أيهما أفضل كأهل اللي يعني موجودين على طول ستريس ضاغطين على أولادهم، وين صرت بالدراسة يابا أسكر حالك الباب أعطيني تليفونك، هاي تفاصيل على فكرة والله لأني أنا عشت هاي المرحلة وسمعت من أهالي نشيل التليفون نشيل التلفزيون ممنوع الطلعة ممنوع الفوتة بلاش تسوق بلاش، شو كان أسلوبك أنت دكتور محمد؟ والله بتعرف الأهل حرصهم دائما زي ما قلت مرات بضطر يتصرف بعض التصرفات اللي أنا بعتبرها مش صحيحة. أنا أول شيء طبيب وجز مريت نفس الظروف وكانوا أهلي نفس الإشي ضغطوا علي، فأعطيت محمد حريته لأنه حسيته هو ريسبونسبل، هو عنده القدرة أنه ينظم وقته. ما كان محمد جوز ياخذ وقت دراسة طويل يمكن لا يتجاوز 4 أو 5 ساعات في اليوم. نعم. نفس الشيء كان هو في مدرسة اليوبيل بتركز على النشاطات أكثر من المسار الأكاديمي. برضو أنا كنت يعني دائما أقول له حاول خفف نشاطاتك بس أعطي وقت للدراسة فقط. من حرصي بس أنا كان عندي شعور صحيح أنه هو عنده شعور بالمسؤولية وكان يلتزم بالأوقات اللي هو البرنامج اللي ماشي عليه، فالحمد لله يعني. أستاذ غالب نفس السؤال والله. نعم. كمان هو لا شك زي ما ذكر ابني البيئة الحاضنة لها دور كبير طبعا. ودور الأهل كبير، البيت مسؤول بحكم عموما. نعم. بشكل عام بحكم تجربتي وطبيعة عملي كأستاذ في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية. نعم. وخبرتي مع الطلاب بأكد دائما وبحب للأهالي نصيحة للأهالي لكل اللي عندهم أبناء إن الأشياء الأساسية لازم الأهل أهم شيء إنهم يعرفوا إيش خامة ابنهم خامة الابن تركيبه الجزيئي، لانه اهم شيء في اهم شيء في انجاز اي طالب الخامه 80% بيرجع للخامه، لما تبقى ال 20% له علاقه في البيئه وخاصه البيئه الحاضنه وبيئه البيت. البيت دوره لازم يكون تحفيزي ويشجع الطالب على هوايته، ووجود مدرسة كمان أنا باعتقادي تعدد المدارس عندنا في الأردن كمان كل مدارس كويسة بس ضروري الولد، أنا ابني في لاتين لفحيصة الثانوية مدرسة فيها كل طبقات المجتمع الديفيرسيتي فيها، ضروري أنه الطالب يكون في بيئة فيها كل طبقات المجتمع. نعم. وتساعد وتحسن والله الحياة الاجتماعية للطالب. نعم. كتير مهمة بقدر ما هي مهمة الحياة الأكاديمية، بجوز كلاكم بتوافقوني على هذا الموضوع. نعم. والشيء الأخير يعني أنا أعتقد التوجيه الأردني لا يزال
مقياس كويس لأداء الطلاب. أن نعم. أنظمة أجنبية كويسة لا شك هي أفضل، لكن بتهيئ الطالب أن يطلع خارج الأردن. نعم. فتوجيه الأردن الأردني لا يزال في صحيح. ثقة وفي مصداقية، وأعتقد صحيح. بأهل الطالب لمجتمعاتنا وخاصة اللغة العربية كمان. نهاية حقيقي لفحص شخصية الطالب من عدة جوانب أكاديمية. نعم. بدي بس أسألك دكتور، هل أفضل إنه يتم تأسيس الطالب أو أولادكم من الصف الأول؟ أنت حضرتك حكى أو حكى ابن حضرتك أنه هو ما ركز إلا بعد الصف الثامن على التوجيهي. هل يفضل دائما أنه يركز من بداية تأسيسه من الصف الأول، يركز حاله لحتى يوصل لنتيجة، ولا هي بس يوصل للتوجيهي بعدين يبلش يركز؟ ما أيهما أفضل برأيك؟ أنا رأيي أنه التراكمية الشغلة، هو لازم يبلش من الصف الأول. من الصف الأول أنا بجوز يعني يأسس حاله صح. محمد لما كان عمره 5 سنين كنت أنا في الدورة في أستراليا، وتيحت له فرصة أنه يدرس في مدارس أستراليا باللغة الإنجليزية. وحتى يعني بداياته كانوا معلمين يجيعون على البيت ويشجعون أنه الشاب متميز، مع أنه كانت لغة ثانية بالنسبة له الإنجليزي. وظل ماشي بتدرج ومستوياته، يعني من صف أول ابتدائي بجزء ما قبل التوجيه هو بجيب الأول على صفوفه وتنقل من أكثر من مدرسة. آخر إشي استقر في اليوبيل، والحمد لله يعني هي مدرسة مميزة زي ما بتعرفوا. وأنا بصراحة مبسوط على نتيجته، بس هو نتائجه كلها كانت لا تقل عن 99 من صف أول. بدنا نعرف شو بدهم يدرسوا هلا، يعني بدنا نعرف لوين بدكم تتوجهوا بعد التوجيه. انا الطب البشري ان شاء طب الله. طب بشري حلو. لانه فيه هو بيجمع بين المواد العلميه اللي انا كنت احبها، وبالذات الكيمياء والاحياء. نعم. فاخترت هذا التخصص. حلو. ممكن تتخصص يعني بالطب البشري مثلا من هلا اذا هو يمكن انا دائما نسال هذا السؤال وبحكي يمكن انا ما بعرف، يمكن لما اتقدم في الطب واتوسع في المفاهيم هذا جواب واحد ذكي صح بتخصص ماذا عن محمد؟ نفس الشيء طب نفس الشيء كمان طب مو زي الوالد يعني جراحه قلب. انا جراحه اطفال. جراحه قلب خلص انا معناته عارف حاسة عندك شيء له علاقة. هو كبداية لازم يبلش طبيب عام صحيح. طب بشري، وبعدين بلش هاي تخصصات الفرعية. أنت يعني بتقدر تكون خير قائد لابنك بمرحلة أو برحلة نعم. الطب يعني. لا شك أنا بوجهه، بس هو الباقي عليه يعني هو نعم. المفروض يتخذ مسار كمان يعني إن شاء الله ناجح. بدي أضيف شغلة معلومة مهمة بس صغيرة. كل ما منشوف أوائل الثانوية العامة منحسهم قبل ما يكونوا متفوقين أكاديميا متفوقين نفسيا نعم. سوي أسوياء نفسيا نعم. مرتاحين مبسوطين في عائلات مبسوطة وسوية وأيضا عائلة بتكون سعيدة بالمجمل نعم. ومستقرة صحيح. فأنتوا اسم الله على الله يكمل عليكم يا ربي بالتوفيق بالخير وبالفرح يا رب. أنتوا عندك فخر صحيح بالفعل. شكرا أخت سمر أخت الدعاء، وإحنا يعني مبسوطين جدا نكون معكم في هذا الصباح ومع الدكتور والأخ نبيل. فمبارك لكل التوجيه سواء الطلاب وأبائهم وأمهاتهم، ونتمنى أن الفرحة تتم عليهم جميعا. شكرا ومبروك للجميع. الله يبارك بعمرك يا رب. إذا فاصل مشاهدينا وبعدها بنرجع، فابقوا دائما معنا. كلنا بنقول مبروك النجاح، كلنا بنقوم نسهر للصباح، دامنا اليوم كلنا ناجحين يا سعادتنا بفرحة النجاح. كلنا نجحين يا سعادتنا وفرحة النجاح.
أنا بس بدي تعيش وخلاص. لا تجعل من نفسك طريقا لألم الآخرين، وافرح بطريقة حضارية. السلام عليكم ورحمة الله. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجاء المعشر أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم اجتماعا مطولا يبدأ الساعة 10:00 صباحا ويستمر حتى ساعات المساء لمناقشة عدة محاور، وهي تحسين الخدمات العامة من نقل وصحة وتعليم وتحفيز النمو والإجراءات التي تساعد على تحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة لمحور بناء دولة القانون. وأضاف خلال مقابلة لبرنامج 60 دقيقة الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس إن ضريبة المبيعات التي يدفعها المواطن كبيرة ولا بد من إعادة النظر فيها. استشهد رقيب دركي وأصيب 4 آخرون من مرتبات الدرك واثنان من مرتبات الأمن العام بانفجار مركبة تابعة لقوات الدرك خارج منطقة مهرجان الفحيص. ووقع حادث الانفجار في مركبة تتبع لمحطة أمنية لقوات الدرك أثناء اصطفافها في الطوق خارج موقع المهرجان. وقال مصدر أمني إن التحقيق مستمر من قبل الخبراء والفنيين للوقوف على أسباب الانفجار، وسيتم الإعلان عن النتائج حال ظهورها. وحضر إلى الموقع وزير الداخلية ومدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدني. هذا وعاد وزير الداخلية سمير المبيضين يرافقه رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات والمدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ومدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، مصابي قوات الدرك والأمن العام الذين أصيبوا أثناء تأديهم واجبهم الرسمي في منطقة الفحيص، حيث اطمأنوا على حالتهم الصحية وسير العلاج المقدم لهم. ونبقى في الشأن السوري، حيث دعت الأمم المتحدة إلى إجراء مفاوضات عاجلة لحماية المدنيين في آخر معقل المعارضة بمحافظة إدلب. يأتي ذلك عقب قصف شنه الجيش السوري على المنطقة تزامنا مع إرساله تعزيزات عسكرية إلى المناطق المجاورة وإلقائه منشورات تدعو للانضمام إلى اتفاقات المصالحة. من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأنباء السورية في ساعة متأخرة أمس أن الدفاعات الجوية تصدت لهدف معاد اخترق الأجواء في منطقة العشائر في ريف محافظة دمشق. أعلنت السلطات الكندية أنها اعتقلت مشتبها به إثر مقتل 4 أشخاص من بينهم شرطيين في إطلاق نار وقع في مدينة فريدريكتون شرق البلاد. قدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تعازيه لذوي الضحايا مشيدا بشجاعة الشرطيين. وإثر الحادث عاد إلى الواجهة السجال حول مسألة ضبط الأسلحة النارية في كندا. دمتم بخير، إلى اللقاء.
رصد للمكان وتجليات للبوح. يزورون كنوزة ويطلعون على التفاصيل، لأنه الوطن على مدار الحلم والتاريخ، حكاية إنجاز وفداء، وهم سفراء العالم. أجواء الأردن وتاريخه وآثاره في مشاويرهم يدونون في الذاكرة جماليات المشهد، فيتسامى الوطن في عيونهم، الأردن في عيونهم في الأوقات التالية. ولازلنا بأجواء الفرحة بالناجحين بالتوجيهي لهالسنة، وحبيت أذكر كمان مرة بالجوائز المقدمة إلهم. هدية مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وهي عبارة عن جهاز موبايل قيم، وأيضا هدية مقدمة بدنا نتشكر بشكل خاص المركز العالمي للألماس ديفا ممثلة بالسيد ذياب الشوابكة، لأنه قدم منحة دراسية كاملة للأول على المملكة في الفرع العلمي والأول على المملكة بالفرع الأدبي، بالإضافة ل 100 دينار أردني لكل الطلبة العشرة الأوائل طبعا على المملكة. أيضا شكر خاص لشركة أبناء حكمة ياسين سامسونج، قدمت كوبون بقيمة 150 دينار للعشرة الأوائل. وأخيرا شكر خاص للشركة المتكاملة، قدمت أيضا كوبون بقيمة 50 دينار للعشرة الأوائل. يستاهلوا أكثر وأكثر وأكثر، كل الهدايا ما بتكفيهم، لأنهم متفوقين، لأنهم بيرفعوا الرأس، فما شاء الله عليهم. نبأ الصرايرة معانا الثالثة على المملكة، في طبعا من الكرك، الكركية كمان بيرفعوا الرأس، شاطرين دائما بيطلع منهم أوائل. أهلا وسهلا فيك نبأ. الغريب أنه هاي السنة في نبأين، نبأ ونبأ من الأوائل الثانية والثالثة بالضبط. فاسم الله، أهلا وسهلا فيك يا نبأ، ووالدتها أيضا أم سجى، أهلا وسهلا فيك، ألف مبروك. وأيضا معانا اللي سما ابو منشار، اهلا وسهلا فيكي، وكمان انت من الاوائل يعني بالمملكه اللي بيشرفوا بيرفعوا الراس، اهلا وسهلا فيكم وصباح الخير والف مبروك. بلش فيكي نبأ، نسالك عن هذا التفوق، ويعني بجوز هي صارت اسئله مكرره، بس انا بحب دائما اسمع كل طالب قد تختلف تجربته عن الاخر. طريقتك كانت بانك تتفوقي وتجيبي هاي العلامه.